مرحبا بكم في كلية الإدارة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. الحقيقة احنا معانا بقالكم الأسبوع الماضي وكان المفروض بنعمل اللقاء ده في اليوم الأول، لكن الحقيقة جناه لغاية النهاردة وقلنا خليه في بداية الأسبوع الثاني على أساس الأسبوع الماضي كان بعضكم مشغول بالتسجيل واستكمال أوراق وإلى آخره، فبحيث أن يكون معانا أكبر عدد ممكن من الطلاب. كلكم طلاب مستجدين عندنا في الكلية، الكلية دي بتاعتكم إن شاء الله تتعلموا فيها كويس وهتخرج بشهادة محترمة وهتخرج دارس وفاهم بخلاف الشهادة إن شاء الله يعني بإذن الله. وإحنا النهاردة منها في هذا اللقاء عندنا برنامج محدد، هنعرفكم الأول ببعض النقاط الأساسية الخاصة بالكلية عشان خاطر من باب أو من عنوان أعرف كليتك، وبعدين السادة رؤساء الأقسام كل رئيس قسم يشرح لكم أهم النقاط الخاصة بأقسام الكلية. الكلية تسعى لتقديم كوادر بشرية متميزة علميا وأخلاقيا ومهنيا، وفي نفس الوقت الباب مفتوح لأي طالب لديه أي مشكلة. إذا ما ليش مكتبي أنا مفتوح، مكتب سعادة الأستاذ دكتور عبد المحسن وكيل الكلية مفتوح، مكتب أي زميل من أعضاء هيئة التدريس مفتوح. لا تتردد في عرض مشكلتك في أي وقت. ده اللي بينمي عندنا الجانب الأخلاقي. رسالتنا في الكلية نحن عايزين نطلع كوادر بشرية متميزة لو حضراتكم. متميزة في إيه؟ متميزة علميا. عندنا محتوى علمي في كل المقررات كامل، عندك تكست بوك لكل المقررات بتقدر ترجع عليه وموجود في المكتبة المركزية بتاعتنا هنا، تروح في أي وقت تشوفه. واتفقنا أخلاقيا ومن وجهة نظر الشخصية أخلاقيا تتم من خلال التفاعل والاحترام المتبادل بين الطالب وبين الأستاذ. أنت ليك كل سنة بتدرس 18 ساعة معتمدة، المقرر عندنا المقررات كلها 3 ساعات، يعني بتدرس كام؟ بتدرس آسف في كل ترم 18 ساعة، يعني 6 مقررات في كل ترم. 6 مقررات دول منهم 5 مقررات إجبارية يعني كل الطلبة لازم تاخدهم، ومنهم مقرر اختياري اللي هو بيكون عندك 3 مقررات بتختار واحد. في المرحلة الأولى في سنة أولى في الترم ده بالذات تحديدا بنحاول نوجه الكلية. هتحس انت هتقول في طالب دلوقتي قاعد يقول انا ما حسيتش بالاختياري، هو بيسجل عشان خاطر احنا اتفقنا من البداية ان احنا نتعامل بشفافية تامة مع بعض. كل التعامل ما يكون بشفافية كل ما هننجح والكلية تنجح ونتقدم لمستويات اعلى. هنبدأ بالاستاذ دكتور عبد المحسن فليتفضل يديكم فكرة عن ابنائنا الطلاب. واحنا في نقطة البداية بحب انصحك عينك على نقطة النهاية، لازم يكون ليك ما يسمى باستراتيجية. ده أصلا مصطلح يوناني مع ستراتيجوس ومعناه كان فن التخطيط للحرب. كثير من المصطلحات في مجال يتم استخدامها في المجال المدني، ومن أهم هذه المصطلحات الاستراتيجية. الدولة لها استراتيجية، الجامعة لها استراتيجية، الكلية لها استراتيجية، الطالب لابد أن يكون له استراتيجية. باختصار نقطة البداية وعينك على نقطة النهاية. اللي عينه على نقطة النهاية وبيحلم بورقة يتحامى فيها وبشره ستكون أو مكان العاطلين في انتظارك. إذا كان هدفك في النهاية تتحامى في ورقة، طيب ايه اللي المفروض ان احنا نفكر فيه واحنا في نقطة البداية عند نقطة النهاية؟ الطالب كخريج مش ورقة، المفروض ان الطالب في نهاية الاستراتيجية وتطبيقها، وزي ما قيل بالنسبة للكلية لها رسالة ورؤية واهداف، ده معنى اخر بالنسبة للاستراتيجية، خطة طويلة الاجل، يبقى فيه في النهاية هدف، والمفروض ان في ادوات او ماتيريال بستخدمها عشان اوصل لهذا الهدف من خلال ما يسمى بالتكتيك، التنفيذ العملي للوصول الى الهدف في نهايه الاستراتيجيه. طيب ايه بقى النهايه اللي المفروض الطالب يوصل ليها؟ حضرتك المفروض في النهايه باكج حزمه من المهارات
المعارف، القدرات، الإمكانيات skills, abilities, knowledge, learning, training. لازم يبقى الطالب حزمة من المهارات والإمكانيات والقدرات لكي يستطيع تنفيذ شيء ما. لازم تبقى عندك قدرة على أداء مهمة معينة حسب المجال اللي هتتخرج، ويبقى ليك بصمة إيجابية فيه إن شاء الله. شكرا لحضرتك. نتوجه دلوقتي للأستاذ الدكتور خالد فتحي، رئيس قسم المحاسبة، لإبداء النصايح لأبناء الطلاب. اسمي خالد فتحي، رئيس قسم المحاسبة في الكلية، وبتشرف بتواجد سعادة العميد وسعادة الوكيل والزملاء رؤساء الأقسام والأساتذة الزملاء والهيئة المعاونة، وبتشرف بتواجدكم معانا في الـ MTI، وبنتمنى إن احنا نقدر نقدم لكم الخدمة اللي حضراتكم محتاجينها وبالمستوى اللي يقدر يفيدكم ويسيب أثر كويس قوي لما حضراتكم تتخرجوا. أنا طبعا مش هتكلم في الحاجات عامة، أنا بس بقول إن أنت عندك سنة أولى وسنة تانية، دول فاونديشن، يعني حضرتك بتدرس في كل سنة فيهم أو في كل ليفل فيهم 12 مقرر، يعني بعد 24 مقرر حضرتك بتقدر تتخصص حسب الأقسام المتاحة في الكلية. وأنا مسؤول عن قسم الأكاونتينج، وحضرتك بتختار اللي انت عايزه، كل أقسام متاحة كلها كويسة، بس المحاسبة متفردة بحاجتين، إن هي لغة الأعمال وإن هي مهنية. اللي عايز أقوله إن احنا أبوابنا كلها مفتوحة لكم، بيسعدنا الإجابة على استفسار لحضراتكم في القسم المحاسبة، يعني لما تخلص إن شاء الله عملنا لكم أوفيس أورز. أي مشكلة حضرتك تشرفني أو تشرف أي حد من الزملاء، هتلاقي أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لكم. بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يعني نكون جادرين بيكم وكون أنتم جادرين بينا إن شاء الله. شكرا. والآن مع الأستاذة الدكتورة أوليفيا إبراهيم للتفضل بإبداء النصح لأبناء الطلاب. قسم الإدارة هو قائد المستقبل، زي ما الدكتور عز قال، قائد المستقبل، ماشي. قسم الإدارة مش كله نظري، عشان الناس اللي بتخاف تخش قسم الإدارة إنه كله حفظ وصم، لا، دلوقتي في تطور جامد قوي في قسم الإدارة، إن بقى جزء نظري ولكن جزء كبير جدا منه عملي. الأستاذ بيدخل، أستاذ المادة بيدي المحاضرة، بعد كده لو في أي استفسار، لو في أجزاء عملية، لو في مسائل، لو في كيسز، بيبقى في مساعد للأستاذ بيلجأ له وبيشرح له كل حاجة هو عايزها. القسم مفتوح من رئيس القسم للأستاذ لعضو هيئة التدريس للهيئة المعاونة، كلنا معاكم، ولكن بطلب بس منكم حاجة واحدة، قبل العلم زي ما الدكتور عز قال الأخلاق، يعني علميا وأخلاقيا. لو أنا هلاقي واحد علميا محتاجني وبيتكلم بمنتهى الأدب، أكيد مش هتأخر عنه، لكن العكس صحيح، ما بطلبش كتير علم وأخلاق. وقسم الإدارة هو قائد المستقبل. شكرا. مع دكتور محمد عبد ربه هيتكلمكم على قسم الماركتينج. شكرا سعادة العميد وسعادة الوكيل والأساتذة الموجودين كلهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. هتلاحظوا ان احنا كلنا سعداء بوجود العميد بينا، لان هو شخصية بالمتابعة، وانتوا لما تحتكوا شخصية متفتحة، يعني نزيهة شريفة محترمة، فده من دواعي سرورنا انه يكون موجود معنا. طبعا بنبهكم في البداية، الكلام ده ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، فالكلام ده والله حقيقي. لو تلاحظوا كل الناس اللي اتكلمت واللي هتتكلم هتقول نفس الكلام بس بشكل أو بآخر. عموما يعني لازم تعرفوا ان احنا جايين هنا كلنا جايين لنعرف، ونعرف لنعمل، ونعمل لنبني ذواتنا، وبنبني ذواتنا عشان نبني أمتنا وبلدنا ومجتمعاتنا كلها. فالمعرفة قوة، والقوة هيبة، والهيبة برستيج. عاوز تبقى قوي حقيقي، لا الفلوس هتديك القوة ولا أي حاجة هتديك القوة،
الحاجة الوحيدة اللي تخليك قوي واثق من نفسك وعندك قدرة هي المعرفة. هنا بنتحلك فرصة للمعرفة، بس المعرفة المتخصصة. فزي دكتور عبد المحسن ما قال، اعرف من البداية نقطة البداية ونقطة النهاية ايه، وانت عندك في النص المعرفة المتخصصة اللي احنا هنديها لك. قسم التسويق مش هتكلم، احنا بقى بنتكلم كلام علمي رصين واضح. ادخل على النت اعمل سيرش كده، هتلاقي رقم واحد كمبيوتر ساينس في العالم، نمرة اتنين هو الماركتينج. ده كلام نهائي، الماركتينج داخل في كل حاجة وبقى هو كل حاجة. ده مش معنى يا جماعة، ده مش معنى كده الانسان بصمة، كل انسان بصمة. فمش معنى كده ان احنا بنقول لك روح، لا بالعكس، ان احنا الاول بتاخد انفراستراكشرز، معلومات كاملة عن كل الاقسام زي ما بنشوف، وبعد كده انت بصمة اكيد انت هتختار المكان اللي هو هيأهلك وهتحس فيه انت شايف نفسك فيه. لكن احنا بنقول لك ان قسم التسويق ان شاء الله يفتح لك مجالات عمل عديدة، لانه داخل في كل شيء. والتسويق على فكرة أصبح علم، وعلم قوي جدا، يعني لأنه بيقوم على الماثماتيكال مودلز وعلى الإيكونوميتريك مودلز. الموضوع مش بقى لا بلا بلا، لا ده بقى فكرة فعلا علم، وعلم محترف، وعلم أعتقد إن شاء الله لو دخلتوه ودخلتوا قسم التسويق هتستمتعوا، بإضافة يعني في جزء استمتاع مع جزء العلم. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل الأقسام. قسم الاقتصاد ده بينبع منه بقى، لان هي كل الباقي عندنا اقتصاد كله واقتصاد جزئي، لكن هو من الاساس الحاجات الاساسيه المفروض مش هتكلم عنه بقى كتير، بقى سيب الدكتور فؤاد يتكلم عن القسم بتاعه. فضل سعاده الدكتور فؤاد عيسى. تاكد الاقتصاد هو اداره الدوله اولا. اذا كنت عايز تبقى وزير او تبقى رئيس وزراء، تبقى وزير تخطيط، تبقى محافظ بنك مركزي، فعليك بالاقتصاد. الاقتصاد هتجده في كل الأقسام زي ما تفضل سعادة العميد. إذا دخلت محاسبة هتجد الاقتصاد معاك، إذا دخلت إدارة الاقتصاد معاك، إذا دخلت تسويق الاقتصاد معاك. فالاقتصاد فعلا أبو العلوم، وكل من يريد أن يثقف ويكون مثقفا. الدولة كلها 33 وزارة و27 محافظ ورئيس جمهورية 24 ساعة شغالين على اقتصاد الدولة حتى يوفر الموارد ومعيشة طيبة ودخل كويس ل 120 مليون على أرض مصر. فتأكد الاقتصاد هو أبو العلوم. مرة تانية على فكرة احنا سعداء بكم جدا جدا، ونتمنى لكم الخير. وأي قسم هتختاروا طبعا هو من الكلية، لأن الكلية كلها تيم واحد، كل الأقسام بتخدم على بعضيها وفي تكامل بين الأقسام كلها. واحنا نتمنى انك انتم بس تكونوا على مستوى كثير من العلم والاخلاق وحضور المحاضرات، وانك انت تجتهد وتاخذ الشهاده العلميه، وتكون عندك انتماء لبيتك اولا ولبلدك ووطنك. وشكرا لسنتكم. فضل عندنا قسم اخير وليس اخر. فضل طبعا لسه في قسم نظم معلومات هتكلم انا عنه سريعا، ولكن في عندنا دلوقتي قسم المؤسسات هيتناول عنه فكرة أستاذنا الدكتور عبد المحسن مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالاً لعملية التحيز اللي بدأها الأستاذ دكتور خالد لقسم المحاسبة، وبرغم أني أنتمي إلى قسم الاقتصاد إلا أني كمشرف على قسم المؤسسات، بقول لحضراتكم إذا كان المثلث له قاعدة تتسع لعدد كبير، الارتقاء نحو القمة بالمهارات بالقدرات بالإمكانيات يجعل من يعتلي قمة المثلث أعلى مهارات وإمكانيات وقدرات، ليس كبزنس مال، ما قلتش مان. للأسف شديد مصطلح بزنس مان رجل الأعمال أصبح يشوبه كثير من المشكلات. ربما شخص في يعني لحظة يتحول من شخص عادي إلى بيزنس مال. من أين هذا المال؟ هناك طرق كثيرة. عشان كده العالم المتقدم المحترم أصبح يمجد ويعلي من قدر مفهوم آخر مختلف تماما، انتربرينير، رائد الأعمال وليس رجل الأعمال. رجل الأعمال يعني بيزنس مال، فلوس، مش بالضرورة إمكانيات وقدرات ومهارات. أما الانتربرينير أو رائد الأعمال
معروف تماما أنه يلتقط أي فكرة أي فكرة ويستطيع بقدراته وإمكانياته وبعلمه وبمهاراته، لأنه في قمة المثلث. العالم كله اللي فيه 7.4 مليار بني آدم، به فقط من رواد الأعمال على مستوى العالم كله آخر رقم قريته 420 مليون فقط من 7.4 مليار. رائد الأعمال إمكانيات، قدرات، معارف، مهارات، يستطيع التقاط أي فكرة، عينه تقع على أي حاجة، يسمع أي حاجة، يحول الفكرة إلى بروجكت، إلى مشروع. ومشروع يعني هيوفر لي سلعة، هيوفر دخل ربما لنفسه وربما لغيره، المشروع قد يتسع لأكثر من فرد، يوفر دخل، حماية للأسرة والمجتمع، يصدر إذا كان إمكانياته وقدراته تسمح به أن العالم الخارجي نتيجة للكفاءة اللي عليها المنتج يبقى هيصدر، هيقلل الواردات. يعني باختصار كل ما يتعلق برائد الأعمال شيء إيجابي بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع، ليس تحيزا مهما كانت الأرقام، معلش اللي هيسجلها المحاسبة أو هيتكلم على التسويق أو كلها في الأول وفي الآخر أنا آسف حبر على ورق. ما الذي يحول الكلام المكتوب إلى واقع عملي؟ التمويل، فاينانس، قسم المؤسسات المالية. شكرا لحضراتكم. برضو ما زلنا في التحيز، ولكن أبناء الطلاب يمكن حضراتكم ملاحظين وكلكم شطار أن التحيز هنا بروح رياضية، وأظن واضح الانعكاس ده قدامكم. هو ما فيش تحيز بالخناقة اللي انتم شايفينها أو أنا أهل وزمالك ونضرب بعض، لا، انتم شايفين هنا بروح رياضية. ودي عايز اديكم فكرة، يمكن دي كويس ان بدأ الدكتور خالد كده عشان تديكم فكرة ان الكلية هنا بفضل الله كلها بهذه الروح، كلنا متعاونين، مفيش بيننا مشاكل الحمد لله. ودي بتبقى اهم سمة في الكلية، وده اللي بيقودني ليه بقى، انا دايما بركز على الورقة اللي معاك دي اللي انت خدتها عشان نناقشها. بصفتي طبعا عميد الكلية فبرضو هكون متحيز، بس ما اقدرش اتحيز لقسم على حساب قسم ايه اخر، والا بعد ما اطلع من هنا يمسكوني مش عارف اروح. فبالتالي امال اتحيز لمين؟ اتحيز لكليتي في مواجهة الكليات الاخرى. فبتحيز للجامعة الحديثة MTI في مواجهة MIU في مواجهة باقي الكليات. هنيجي نقول طيب سؤال، بما تتميز كلية الإدارة بالجامعة الحديثة؟ عندنا عدة نقاط للتميز لو انت شفتها. اول حاجة في عندنا العمل الجماعي مع الطلاب من خلال مناقشات وحوارات وابحاث مشتركة، في عندنا ارشاد اكاديمي ومتابعة مع الطلاب من خلال الواجبات والاعمال الفصلية، في عندنا تنمية مهارات طلاب من خلال الانشطة الثقافية، في عندنا مهارات فنية وثقافية. ناخدهم واحدة واحدة. الأول عندنا المناقشات زي ما ضربت لكم مثال من شوية لما كنا بنتكلم على ما هي رسالة الكلية، وإن عايزين كوادر بشرية متميزة. إيه بقى؟ حد يقول لي كده حفظناها؟ ها؟ علمياً؟ ها؟ أخلاقياً؟ مهنياً؟ ده هما ثلاث كلمات. يبقى إحنا قعدنا نعمل في الثلاث كلمات دول بتاع شهر عشان نصيغ هذه الرسالة. فبالتالي عايزين الثلاث كلمات دول يتموا، وشرحنا كيف يكون هناك عمل جماعي. أيضا تتميز الكلية أن الكلية بتاعتنا في كليات كتيرة بتتقدم للجودة. الجودة هي في عندنا هيئة في الدولة اسمها هيئة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي. كلية عندنا في طريقها للحصول على الجودة لكل برنامج من البرامج اللي موجودة عندنا. طب ايه أهمية الكلام ده؟ انك انت في كلية معتمدة اكاديميا من هيئة ضمان الجودة بالدولة. كان في عندنا بعض البرامج ليها فيها حاجة اسمها نارس، يعني فيها حاجة اسمها حاجات كده للبرنامج في الجودة عشان تاخد الجودة، وفي برامج ملهاش. كليتنا الكلية الوحيدة اللي عملت هذه اللي بيسموها الارس، وقدمناها للهيئة القومية لضمان الجودة حول طلب برامج واعتمدناهم. وحاليا دلوقتي في التطبيق العملي عشان خاطر نبتدي ناخد الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد داخل جمهورية مصر العربية.
اليوم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة ألفت كامل رئيسة الجامعة، أقامت كلية الإدارة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات حفل تعريفي لاستقبال الطلاب الجدد. يهدف هذا الحفل إلى عرض بعض النقاط الهامة المتعلقة بنظام الدراسة في الكلية، الأقسام العلمية الموجودة في الكلية، بما تتميز الكلية، ما هي الخطوات أو استشراف نحو المستقبل وأوجه التطوير في الكلية. هي الحفل كان فيه تفاعل قوي ما بين الطلاب وما بين السادة أعضاء هيئة التدريس. كل رئيس قسم عرف الطلاب بالقسم بتاعه وإيه هي المزايا داخل كل قسم، وتم عرض المزايا على مستوى الكلية ككل من حيث وجود أنشطة ثقافية ووجود أنشطة رياضية والتفاعل المستمر مع الطلاب، سواء من خلال داخل القاعات الدراسية أو في مشروع بحث التخرج أو في التدريب العملي. كذلك تم الحديث عن أهم الجوانب التي تنوي الكلية تطويرها مستقبلا، ومنها تحديث اللائحة الداخلية للكلية وإنشاء أقسام جديدة متعددة ومتنوعة تنافس الجامعات الأخرى وتنافس وتلبي متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى الاتجاه إن شاء الله نحو إنشاء الدراسات العليا في قسم المحاسبة بالكلية بداية، يليه باقي الأقسام الأخرى ماجستير مهني وماجستير أكاديمي، بالإضافة إلى سعي الكلية للحصول على الاعتماد من هيئة الجودة وضمان الاعتماد في جمهورية مصر العربية. إن شاء الله يكون عام دراسي موفق للطلاب ونحقق ما نصبه ليه جميعا بالتعاون داخل الجامعة ككل إن شاء الله.